السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعنا لهذا الكلام الكبير من سورة النور، وكل موضوع منها يحتاج لمحاضرة واحدة، فكم نحن في أمس الحاجة لفهم هذه النصوص. وإذا كنا ألمحنا على أن الله أضاف علوما لنا في الزمان، فالآيات أضافت بعض هذه العلوم، منها علم السحاب كيف يتكون وكيف يجري وكيف يسير، وإذا كل علم غيب ليس لنا فيه يد ولا سبيل لنا إليه، نلزم بس نستمتع بالمطر حد نزول. رب يحكي: ألم ترى، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. تفصيل عجيب عجيب، سابق تفصيله، ثم يذكر لنا كيف بدأ خلق الدواب، وده علم آخر، كيف بدأ الخلق. الله خلق كل دابة من ماء. من حضر خلق كل دابة؟ الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أرضه، يخلق الله ما يشاء. قال الرب في بداية الآيات يعطي الخلاصة حين ضرب لنا مثلا لنوره وحي، والأمثال من أعظم الآيات الدالة على وحدانية الله، لكن للأسف الشديد عز من يعيها. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، العلماء. الرب ضرب لنا مثل لوحي، هو ايه؟ نور، وحي، فوصفه بانه نور مع ملحوظه، النور اسم من اسماء الله، ووصف وحيه بانه نور، ووصف نبيه بانه بكل ما جاء به نور، فمره قال: امنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فوصف الوحي بأنه نور. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فوحي، حاضر، وحي من ألفه ليائه نور. ما المثل الذي يضرب له؟ رب يقول: الله نور السماوات والأرض منورها، فما قام شيء بنور إلا منه، صغير أو كبير. ثم ضرب مثل لنوره، قال كمشكاة. إيه المشكاة؟ لا مش فانوس ولا القنديل. المشكاة يا اخوانا، كان زمان لما يبني البيوت يروح جايين في الحائط عاملين زي طاقة صغيرة، غرفة صغيرة ليوضع فيها النور، الغرفة دي تسمى المشكاة.
الشباك شباك مقفول، الجنب التاني حائط زي غرفة صغيرة داخل الحائط، وضعوا فيها النور. ليه؟ النور يتوضع في مكان نوره يشع على كل المكان، المشكاة تعكس النور فترد الجهة واحدة فتركيزه بعالي جدا. أشبهها لكم بأمر حديث موجود، الفانوس بتاع السيارة كلكم تعرفوه، هتلاقي غلافة لامعة وجواها لمبة، مش كده ولا إيه؟ الغلافة اللامعة دي تسمى في اللغة المشكاة، تسمى إيه؟ مشكاة، كمشكاة فيها إيه؟ فيها مصباح. المصباح بتاع السيارة شكله إيه؟ ضعيف جدا، صغير جدا، لو حطيته بعيد عن الفانوس النور يبقى شكله إيه؟ ينور قد إيه؟ لكن لم يوضع في المشكاة وتعكس نوره يجيب 5 6 كيلو. وضح التشبيه ده؟ هو ده النص بتاع الآية عشان نفهم بس، لأن له ارتباط كبير جدا بما نحن فيه الآن. يبقى كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاج ده دورها ايه؟ يبقى المشكاة نفسها بتضعف نوره والزجاجة بتضعف نوره فيعطي نور عالي جدا. المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يبقى نور الوحي مش زي نور السيارة، نور السيارة تجيب 2 3 متر، 5 2 3 كيلو، مش كده ليه؟ لكن نور الوحي يدي كم كيلو؟ قال كأنها كوكب دري. الكوكب الدري ده هيضيء قد ايه؟ مسافات. طب منفصل كوكب دري لوحده؟ قال لا، ربط كل من أعطاه النور ربط واحد. الكوكب الدري ده يوقد، أصله منبعه فين؟ اللي يوقد من شجرة مباركة، شجرة مباركة. يبقى ده جزء من كل، مش منفصل لوحده، يوقد من شجرة مباركة. إيه الشجرة المباركة؟ أعظم شجرة مباركة أوجدها الرب في الأرض الزيتونة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشجرة المباركة التي دعا لها بالبركة 40 نبيا. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي زيتونة؟ لا، ده أندر أنواع الزيتون. ليه؟ قال لا شرقية ولا غربية. يعني لا شرقية ولا غربية؟ يعني مش مزروع في الشرق والغرب أبدا. ده تشبيه دقيق جدا، وهنوضح في النهاية ارتباطها بينا. لا شرقية ولا غربية، معنى لا شرقية يعني لا يحدها من الشرق شيء ولا من الغرب شيء. ذكر جهتين، طب فين الشمال والجنوب؟ لا، ده الشرقية والغربية مقصودين. ليه الشرقية والغربية؟ الشرقية جهة شروق الشمس والغربية جهة غروبها، ودي قاعدة تحفظها. شجر الزيتون زيته وزيتونه مرهون بالشمس، كلما ازداد تعرضه للشمس أكثر، كلما صفى زيته ونقيت قيمته وارتفعت. فما بالك بشجرة لا شرقية ولا غربية، يعني الشمس من ساعة شروقها إلى غروبها تنقح فيه، الزيت يبقى شكله إيه؟ قال لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء من شدة صفائه ونقائه، يكاد لوحده يضيء مش محتاج تولع له،
ولا نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. عبارة عجيبة جدا، من شدة صفاء الزيت لكثرة تعرضه لنور الشمس يكاد يضيء لوحده. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور ايه على ايه؟ والمثل ده ضرب ليه؟ لينا احنا. المؤمن وقلبه هو ده اللمبة اللي في المشكاة، اللمبة اللي جوه المشكاة. طيب والشمس اللي بتنقح فين؟ كل الفروع دي الوحي المنزل. الرب شبه الشمس ونوره بالوحي المنزل. المسلم ده فرع من شجر الزيتون، فرع من كل المسلمين. الشجر دي اللي بتربط كل انوار المؤمنين في الارض، الكره الارضيه كلها. طيب الشمس ده نور الوحي، فالمسلم كلما ازداد عرض الوحي على قلبه كلما صفى ايمانه وارتقى. فما بالك لو من ساعه ما يصحى لغايه ما ينام معروض عليه الوحي. هو ده معنى لا شرقيه ولا غربيه، النقح شغال للنهار. وصلت؟ طب المشكاه مثلت لايه؟ الجامع اللي انتوا فيه. يبقى المؤمن من داخل المسجد زي ايه؟ اللمبه اللي في المشكاه. المسجد نفسه بينا بالأمم دي كلها بينور يعكس. فالمساجد يشع نورها على الارض. الناظر اليها من السماء حاجد هذا المشهد. شجره زيتون مزروعه في الكره الارضيه كلها. كل فرع منها مشكاه، كل جامع مشكاه. وداخل كل جامع لمض. واللمض بتعكس. هتعمل ايه؟ هتنور الارض كلها. ولذلك ضرب المثل وكمل عليه. المثل ده فين؟ قال في بيوت اذن الله ان ترفع. ها؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال اللمض النار دي. اي ناظر من السماء يجد المساجد كلها والناس اللي فيها بالمنظر ده. شجر الزيتون ضخمه جدا على سعه الارض ليس لها حواجز تمنعها عن الوحي، الوحي شغال فيها ليل نهار في المساجد واهلها. تنير الارض باسرها. تصور المشهد ده. أهل السماء لكي ينزل الأرض لا مكان يستنير به إلا هذه الأنوار، أنوار المؤمنين في بيوت رب العالمين دي اللي بتشع الأرض كلها. طب ليه اختار شجر الزيتون دون عن شجر الشجر؟ زيت الزيتون بيطلع أندر أنواع النور، أشد أنواع النور اللي اكتشفها الإنسان. إيه؟ الأطفال بيلعبوا بيها دلوقتي. الليزر. الله يفتح عليك. كل علماء الفلك اللي طلعوا فوق قالوا إن شجر الزيتون الشجر الوحيد اللي بيطلع ليزر. أي طائرة تمر عليه تعرف إن هنا في زيتون. من أعلم بالخلق من خلق. فشبه هذا التشبيه العجيب ليبين لنا أثر وحيه في خلقه. بل بين النبي هذا المعنى بأن أهل السماء إذا نزل الأرض استناروا بنور المؤمنين كما يستنير أحدنا في الليل الغابر بالنجم الغابر. انت ماشي في الليل ونور نور الكواكب الدريه.
أهل السماء لاحظوا نزول الأرض يتعكس الآية. فين النزول في الأرض؟ المؤمنين في المساجد. فإذا انطفأ نور واحد مات يبكيه أهل السماء، يقول لقد انطفأ النور الذي كنا نستضيء فيه في هذا المكان. كان يخطر بالكم من مثل كده؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المسجد نفسه بيشح مع إشعاع المؤمنين، ينعكس يعني نور المؤمنين بشكل قوي جدا. ها؟ والرب يجعل لنور المؤمنين عطاء أشد بالزجاجة من عندي، المنح والمنن والعطايا، فتنير في كل الكرة الأرضية. فتلاقي المسلم والمؤمن الصادق في أي مكان يهبط نور يشع، لازم يأثر في اللي حواليه. ولذلك الرسول شبهه تشبيه عجيب، قال إنما مثل المؤمن كمثل الغيث أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. طب والعك اللي حواليه والظروف والأحوال؟ لا لا، عك يا بقى. شبهه في حديث آخر قال إنما مثل المؤمن كمثل الذهب لا تزيده النار الأحداث والمحن إلا صفاء. يبقى كل حواليه بيصفي نور، بينقيه، يجعله يسمع ذكر. وصلت معني؟ حتى نعرف أثر المؤمن على البيئة، في أي بيئة نزل، في أي مكان نزل، في أي مكان يزرع زرعا وينبت أثرا وينتج نورا للخلق بنور الوحي الذي أنزل. وطبعا المهم الأخطر التعرض الدائم لنور الوحي. وذلك يا أخوانا، لو واحد أمي مش قارئ حتى ولا عالم بيعيش الوحي وبيسمعه وبيفكر فيه، هتجد كل يوم يضاف إلى صدره معلومات جديدة وفتوحات جديدة، يكاد سلوكه ينير وحده من غير ما تولع على النار، يكاد عطاؤه يصل للكل من غير كلام. سلوكه، طريقته، تحركاته، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. أخطر قضية في حياتنا قلوبنا، رب العباد جعلها أوعية، وأعظم ما تملأ به وحيه، هتملأها بالوحي، جوارحك كلها تشع نور، نظرات عينك، كلمات لسانك، ما تسمعه أذنك، ما يدخله مخك، كلها تنير بنور الله. لذلك عقب يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له. اللي مش هياخد النور من نور الله هيجيبه من فين؟ في ليه سكة تانية؟ الرب بيّن أن هذا النور لا سبيل له إلا هو، والسبيل الوحيد وحيه وفتحه وتوفيقه، ما في سكة ثانية. ها؟ ولذا يقول تعالى أو من كان ميتا، ميتا هو ده الإنسان قبل الوحي، ميت، لمبة مش شغالة، إيه قيمتها؟ هتحطوها فين؟ في الزبالة. ولا حكي سكة تانية، أو من كان ميتا فأحييناه بالوحي. فبين إن الوحي إحياء للموات، بس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أثره هيشع، هيشع، راضي العبد أم كره، مش باختيارك. هتلاقي نفسك بتتحدث مع واحد حديث طبيعي جدا عندك، عنده هو إبداع، جبت الكلام ده من فين؟ تحدث عن واحد، عن نور الله عز وجل من نفسك.
إبداع. لذا يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللي اتحرم الوحي كلهم هذا وصفهم ظلمات ليس بخارج منها. ظلمات بس ده، ظلمات دي جزء من حاله، لكن حاله حقيقي فيه. ظلمات اللي حوله، يبقى هو عايش في ظلام وكل ما حوله ظلام. طب تحته ايه؟ وصفها الرب في آية تانية، فقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يعني أمر مريج؟ حد يعرف؟ كنا بنقرأ الآية، اسمحوا عيب علينا ان احنا نقرأ الوحي ومفيش فهم خالص. الأمر المريج قالوا الأرض الطينية لوحدها اللي غاص وحلها. تخيل لو أرض طينية ونزل الماء لغاية ما الوحل وصل لخمسة ستة متر تحت، واحد واقف عليها، إيه اللي يحصل له؟ يغوص بس؟ يعرف يقف؟ يعرف يقعد؟ يعرف ينام؟ يعرف يمشي؟ يعرف يجري؟ أي وضع يريحه؟ ولا وضع. إن مشى عذب، إن وقف عذب، إن نام عذب، إن جرى عذب، إن جثى على ركبته عذب. أي حد يقترب منه هيوحله زيادة، أي حركة تزيد وحله، يبقى أي تحرك منه هيزيد وحله، أي واحد يقترب منه هيغرق معه. هو ده حال كل من حرم نور الله، يبقى عايش في الظلمات وتحته إيه؟ وحش. حياته تبقى حياة ولا عذاب بكل صور العذاب؟ وذلك رب شبه في الآية، قال إيه؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن له نور. ومن لم يجعل الله له نور. أمثال عجيبة جدا الرب يحكيها لنا، لكن من يعقلها؟ وما يعقلها إلا العالم. وضح المثل يا إخوانا؟ استوعبتوه؟ يعني أنا مش عايز أطول عليكم أكثر كده، لأن في خطبة جمعة النهاردة وفي درس العصر. وضحت؟ هذا المثل الرب ضربه حتى يدرك المؤمن أولا دوره، أثره في الناس، أثر الوحي عليه، أثر الوحي كلما ازداد عرضه عليه في تأثيره في الناس أكثر، بل أقول ما هو أشد، وجود النور ده في أي مكان صمام أمان لكل مكان. أي مؤمن صادق يقيم الدين في نفسه ويسعى لنشره في من حوله، الرب سماه مصلح صالح، وفرق بين الصالح والمصلح. الصالح أخذ النور وكتبه، يبقى صالح لنفسه. التاني أخذ النور وطلعه، النار به الغير، يسمى مصلح. وجود مصلح واحد في أكفر أمة يوقف عذاب الله عليه. واحد أيا كان، ذكر أو أنثى، راجل أو ست. هتقول جبت كلامها فين؟ مش نص ده، نصوص في القرآن، نصوص منها قصة أصحاب سيف. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قرية واحدة رب يبعث لها ثلاثة رسل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. عملوا إيه؟ قتلوا الثلاثة. قتل رسول واحد
تستحق الأمة القاتلة به العبادة. فمن بالك لما قتلوا ثلاثة يبقى مستحقين للعبادة مش مرة، لا بالثلاثة. وصل معنى؟ طب لماذا لم يهلكوهم؟ لأن القرية كلها آمن بالثلاثة واحد. واحد ما فيش غيره. فأجل الرب العقاب لوجوده. ورب يصفه بأن الواحد ده ما كانش يعني شخصية كبيرة في البلد ولا مسؤول كبير، ها؟ ولا حتى واحد من علية القوم عايش في التاون داون، ده رجل بسيط من عوام الناس يسكن في أقطار في أطراف المدينة القريب. ولذا قال وجاء من أقصى المدينة الرجل. خلي بالك قدم هنا من أقصى الخبر على المبتدأ، أصلها جاء رجل من أقصى المدينة، من أقصى المدينة خبر ورجل خير المبتدأ. الرب هنا قدم خبر على المبتدأ، قال وجاء من أقصى المدينة خلال سورة القصص، قال وجاء رجل من أقصى المدينة ياسر فقدم خبر مبتدئ. هنا قدم خبر مبتدئ ليه؟ قاعدة في اللغة، الرب لا يقدم شيء إلا وحقه الصدارة. يبقى مرة قدم من أقصى في قصة أصحاب السيل، في قصة سيدنا موسى ومؤمن آل فرعون قدم رجل على من أقصى ليه؟ نوضح. هنا قدم من أقصى ليحدد مكان الرجل أصلا، مكانته إيه في المجتمع. ده رجل بسيط من عوام الناس ساكن في أطراف المدينة. طب ما كان ربنا يهلك الكل يسيب الطرف ده، لا ده إكراما ليه تكرم المدينة بأكملها ويوقف عنها العذاب مع استحقاقها. مصلحة واحد. لذا قال وجاء من أقصى المدينة. لكن الموضع الثاني ده مؤامرة انعقدت على سيدنا موسى، عقدها فرعون قالت عايزين يقتلوا سيدنا موسى. اللي تحرك لينقذ سيدنا موسى كان من آل فرعون، واحد من هذه القوم. لكن من في القوم يجرؤ يخالف المؤامرة اللي عقدوها دي ويبلغ سيدنا موسى بالخبر؟ ما يعملش كده إلا رجل. لذا قدم الرجل هناك، رجل هناك قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المال يأتي من بك. يبقى قدمه لأن فعله لا يقوى عليه إلا الرجال، فالمكان ما كانش مقصود، كان المقصود الرجل. لذا قدم الرجل. هنا قدم المكان عشان يثبت لنا أن ده رجل بسيط جدا من فقراء الناس وساكن في أطراف المدينة لا في التاون داون ولا بعلية الخرم. وجاء من أقصى المدينة للنساء قال يا قوم، أعلن عن نفسه وكشف نورها للناس، اتبعوا المرسلين. طب ده شاف قدامه المرسلين أنفسهم قتلوا، أصحاب الرسالة قتلوا، يجي هو يعلن رسالتهم يبقى يقينا مصيره فين؟ مصيرهم. ومع هذا سعى في الإصلاح، والرب بين أن وجود هذه الخصلة فيه سبب نجاة القرية بأكملها طول ما هو فيها. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا أسألكم أجرا مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عنا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. حصل ايه؟ مش قتلوه قتل عادي، ده قتلوه ابشع قتله، سمروا ايديه رجليه في الارض واخذ يقطع اعضاءه عضو عضو وحي عضو عضو، اسمه حبيب نجار. والقريه دي لسه موجوده الان في جنوب تركيا اسمها طاكيا. قطع الرجل حتى رفعت إلى الله روحه.
لحظة رفعها أطلعه الله على مكان في الجنة. رد فعله إيه؟ قال يا ليت قومي يعلم. بعد اللي عملوا فيه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رب يعقب فيقول: وما أنزلنا على قومه من بعده، ولا من بعدهم هو الرسل، لا أفرده، قال: وما أنزلنا على قومه من بعده، ليبين أن سبب تأجيل العذاب كان حبيب النجار. قتل الرسل كان كافي للتدمير، وسبب التأجيل مصلح واحد في القرية. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ودي أعظم بشرى للدعاء اللي بيبلغ عن الله. ولو واحد بسيط يقول له: يا فلان، يا رب تذكر أن لك رب، تذكر أن لك دين. البساطة دي تدخله في عداد المصلحين، البلاغ عن الله عن رسوله، تعريف الناس بدينه. المعنى الخطير ده يوجب علينا ألا نبخل على أحد من الخلق بما علمنا من وحي خالق الخلق. نبلغ. لذا قال: وما أنزلنا على قومه من إيه؟ من بعده من جند من السماء. الله، يعني اعتبر حبيبنا النجار إيه؟ من جند السماء. وهذه أعظم بشرى للدعاء، أن الرب وصفهم بأنهم جند من جند السماء. نبقى لسان جندي عند ملك ملوكي فاخر دائما. الشوفير بتاع فلان ده أنا الحارس الخاص، مش كده ليه؟ فما بالك الواحد يقول أنا جندي عند ملك الملوك. مكانته شغلها إيه؟ الرب وصف حبيب النجار بأنهم جند من السماء، وجند السماء الرب أعطاهم أعظم بشرى في القرآن، بل نص عليها صراحة. قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سماهم إيه؟ جندنا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم مسح القلب. يبقى تأخير المسح من عذاب تنسبه مين؟ واحد. الرب يضرب المثال الآخر، أهل مكة طردوا رسول الله أفضل رسول في التاريخ البشري كله، وطردوا أصحابه أفضل جيل عرف في التاريخ البشري كله، طردوه، لفظوا الصالحين والمصلحين كلهم، وحاربوهم وقتلوهم وعذبوهم ونكلوا بهم حتى فر بدين. طيب، ورب أنظرهم فترة طويلة حتى جاء النبي وأصحابه لعمل عمرة في الحديبية، منعوه، دول رايحين مرضاعة. اللي يمنع عبد من عباد الله يطيعه ربنا يسيبه. الرب يصف ان قريش في هذا التوقيت ارتكبت 3 جرائم، كل جريمه كافيه في عبادتها، 3 مؤهلات للهلاك مش واحده. قالوا: هم الذين كفروا، ودي كافيه في عبادتهم، وصدوكم عن المسجد الحرام، ودي كافيه في العباده، والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اي صدوكم عن الهدي معكوفا ان يبلغ محله. كم جريمه؟ 3. طب ما لكمش ليه؟ الرب صرح قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وانا قلت يا راجل او ست، هاي جت النص اهو، ولولا رجال ايه؟ مؤمنون ونساء مؤمنات. فين؟ مسلمين في مكة أسلموا، كاتمين إمامهم وشغالين من تحت لتحت يصلحوا. ست شغال على الستات وراجل شغال على الرجال، بيصلح وبيدعو وبيصحح عقائد وبيغير وبيرد الناس لوحي الله وينير على الكل. ولولا،
شوف تعبير الرب، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. يحدث المؤمنين ولم تعلموهم، يحدث مين؟ ده بيحدث أصحاب الشجرة، الألف والرومية اللي مع رسول الله، ألف ونص صحابي بايعوا بيعة الرضوان ونزل فيهم القرآن إن كل هؤلاء رضي الله عنهم وعدهم الجنة كلهم، فكلهم أهل رضا رب وأهل دخول الجنة. يمنع عبد الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة جاءت فيهم، في نفس الموقف. طيب يقول التمرين صحيح، وصفوة المؤمنين في التاريخ البشري كله وصفوة أهل الجنة، لكن مع هذا في مؤمن زيكم جوه وإن كانوا كاتمين إيمانهم. ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، محدش يعرفهم، لا لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. كان من ضمن الناس اللي هو مين؟ واحد زي خالد بن الوليد، طلحة، عمرو بن العاص وغيره، وسيدنا العباس، كانت مين مالهم جوه؟ وشغالين من تحت لتحت في السير، ولم يعلنوا، وماشيين قدام قريش جوه الحيط، لكن مش ساكتين، كل ما تضع فرصة يبلغ، يشع نوره. ليدخل الله في رحمته ما يشاء. ثم أعطى الخلاصة فقال لو تزيلوا، يعني لو تزيلوا، لو المؤمنين داخل مكة دول أخذوا جانب بس بره مكة كنا نعمل في مشكين. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. كل مسافة قريش مين؟ يبقى صمام الأمل لقريش مين؟ وصلت؟ لو علم هذا أهل الأرض ما في دولة تسيب المسلمين وغص المسلمين منهم، لأن دول صمام الأمل لأي بلد. طول ما هم موجودين الأمل قائم في إصلاح البلد، راحوا دول ما فيش أمل، انسف خلص. وصل المعنى؟ وقلت مصلحين الصالحين، لأن اللي كاتم الوحي في نفسه إيه دوره؟ ها؟ هيبقى له خاطر عند رب العباد يؤجل العذاب بسببه؟ به يبدأ يتلم مع غيره. إذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعث جبريل إلى أمة من كان قبلكم لإهلاكه، فوجد فيهم رجل صالح، فعاد فقال يا ربي فيهم فلان رجل صالح، مش مصلح، صالح في نفسه، أخذ الوحي جوه قلبه ما بيطلعوش لحد، النور كتمه، قال به فابدأ العذاب لأنه رأى المنكر المتغير. يبعث على نياتهم القيمة يبعث، لكن في الدنيا يستحق هذا. وصل المعنى؟ ولذا يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فعد إهلاك أي قرية فيها مصلح فيها ظلم لأهلها، لأن الأمل باقي في إصلاح. الكلام ده مشرك الكفار القدامى كانوا عارفينه، وذلك كانوا بيمسكوا في مصلح يذلوا المصلح ويهنوه وبهدلوه بس مش هيسيبوه، لأن عارفين هو ده صدقنا. حاضر لكم مثال عمل حي. قم سيدنا يونس منطقة الموصل ونينوى في العراق، طوال ما سيدنا يونس عندهم شاعرين بالأمان رافضين الإيمان ويذلوه ويسخروا منه ويبهدلوه، لكن مش عايزين يسيبوه لأن شاعرين وموقنين إن هو دوس من الأمان. ففي يوم بصوا لقوا إيه؟ سحاب جاي ومحمل بعذاب نار هتنسي في البلد. أول سؤال سألوه أين يونس؟ قالوا فر منكم بقاله ثلاثة أيام. قالوا إذن هو العذاب، الأمان مشي، هنروح فين؟ يبقى ده الهلاك، مفيش حل إلا التوبة.
راح الامل الاول هو. يونس مشي، نعمل ايه؟ قالوا طلعوا رجال ونسوان، الكل يستغفر، الكل يتوب. خرجوا كلهم رجال ونساء من شده الهلع، كل واحد لبس التوب مقلوب صدره في اثر. وخرج الكل يضرع ويتذلل، يا رب تبنا اليك، امنا بك وبنبيك يونس. بعد ما مشي الرب يحكي ان اللي حصل في القريه دي لم يتكرر في التاني. يقول فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس، لما امنوا في اللحظه الاخيره كشفنا عنهم العذاب. وصل المعنى؟ فكانوا على يقين طوال ما سيدنا يونس رافضين الايمان وبتدلعوا وبتدللوا، لان عارفين يونس موجود. اول ما عرفوا انه راح خلاص خلصت، يبقى هو الهلاك ولا سبيل اخر. اقرا يا اخوانا القران، نصوص الوحي هتفتح لنا ابواب معارف عجيبه جدا. يبقى مصلح واحد في الامه صمام امل لكل الامه. وده يوجب علينا ان احنا نزرع مصلحين، زراعة في كل حتة، لنؤمن الناس ونتيح الفرصة لهم يسلموا، لأن الهدف رب ملوش مصلحة في تعذيب الناس. ياخدنا رب عايز ناس تآمن، وليس له حاجة في تعذيب الخلق. لكن إذا كان الخلق هيدمروا غيرهم الخلق ويفسدوا غيرهم الخلق، لا، الحفاظ على الباقي أولى والخلاص من الشر ده. ها، إذا كان السرطان استفحل فليه حل تاني الا البتر؟ فمش عايزين الرب يوصل الناس لمرحله البتر والاباده. السبيل وجود المصلحين. احنا سمعنا الدرس امبارح، سيدنا زكريا لما راى ان النبوه انقطعت في بني اسرائيل طلب الولد في وقت لا امل عنده في الولد، لا هو ولا مراته. ليه؟ قال يرثني ويرث من ال يعقوب، يحمل الرساله. ده الأمر اللي يستهدف ويخليه يطلب المستحيل، يطلب المستحيل، لأن هذا المستحيل هو صمام الأمل للأمة. ولذلك لما رزق يحيى كان آية لوحده، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم. إيه؟ وتلحظ النبوات كلها قبل يحيى كانت النبوة تيجي على 40. اختل النظام ده او تغير النظام ده بس فقط مع يحيى وعيسى، الاثنين اللي جم بعد سيدنا زكريا، ودول اخر انبياء من اسرائيل لم يبعث بعدهم نبي. يحيى اوتي الكتاب صبيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن، عطف عليه بعد الدعوه اللي دعاها سيدنا زكريا، وحنانا من لدن وزكاة، وكان تقيا رغم صغر سنه، كان تقي وورع بس لا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا ايه؟ لا عصي. سيدنا يحيى لم يعص الله في حياته قط، ومع انه مصلح وشاب صغير ولم يعص الله قط، وبلغ هذه القمه ما تركوه، قتلوا وقتلوا ابوه الطعن في السنه، قتل الاثنين. مين اللي طلع معاه في نفس المرحله؟ ابن خالته المسيح عليه السلام، سعوا في قتله ورب رفعه، وختمت النبوات بعدها، وانتقلت النبوه من كل من عاشوا في كنف الانبياء سنين لامه العرب وحدها لخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ يبقى المصلح صمام امان. خلصنا عن المصلحين، هتوقع ايه؟ فلما يجي مجرم يطرد العلماء والدعاه ويطيرهم ويدمرهم ويقتلهم ويسجنهم، نهايه البلد فين؟ خلصت. اللهم اني قد بلغت، اللهم فشل صلى الله على سيدنا محمد، استغفر الله. السلام عليكم. كل الأذكار فيها مولانا.